أعزائي المتابعين، موقع مصراوي، أكبر تجمع فطار البطارية للسنة التاسعة. إحنا بنشهد الآن لحظة انطلاق مدفع الإفطار وبدء الصائمين للإفطار في هذا الحفل الكبير بالبطارية. تابعونا، كل سنة وحضراتكم طيبين. متابعي موقع مصراوي، معانا الاستاذ هشام سالم، هيكلمنا عن اليوم واجواءه في لحظه الفطار. اهلا بيك استاذ هشام. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا. الله يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما في المطريه منورين طبعا. الله يخليك. تقدر تقول لنا حضرتك النهارده المائده اللي انتم عاملينها طولها قد ايه بالظبط؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عايز اقول لك بدايتنا كانت ايه الاول؟ بدايتنا من 8 سنين كنا حوالي 20 فرد. النهارده بفضل الله كنا عاملين حسابنا ب 5500 فرد، تقريبا احنا عدينا ال 6000 فرد بفضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا عاملين طبعا لكل شارع موجود فيه حوالي 2800 مقعد لكل فرد بفضل ربنا. احنا واخدين حوالي اربع شوارع، وان شاء الله كمان هتزيد السنه الجايه عن كده باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ده حضرتك من بدايه ما الفكره نفسها كنت موجود كل سنه ولا؟ طبعا من بدايه الفكره من 8 سنين، دي المائده التاسعه، المره التاسعه بتاعتنا على التوالي بفضل الله. طبعا مع شباب واعد وشباب هو اللي فعلا الشباب الصغير اللي قام بالفكره الجميله ديت، وفعلا بفضل الله نجحت ونجاح رائع، لاننا كنا على قلب رجل واحد، كلنا بنخدم لمائده الرحمن، مائده افطار رمضان، مفيش اي مصلحه منها، كلها جايه من بيوت، كل واحد مساهم بحاجه ينزلها على المائده اللي انت شايفها ديت، كل واحده متخصصه في المحاشي، متخصصه في السلطات، التوزيع، الشباب هم اللي بدانا نعمل خطه عمل نوزع نفسنا على الترابيزات عشان نستقبل اكبر كم من افطار الصائم 5500 فرد بفضل ربنا. شايف انا النهارده في ناس من دول عربيه موجوده، وشايف السفير الكوري موجود معانا النهارده، عايز اعرف هو يعني انتوا اللي دعيتوه ولا هو اللي جه؟ والله انا عايز اقول لحياتك الحاجه، احنا من فضل ربنا، من الانتشار اللي تم من مواقع ومن القنوات الفضائيه ومن نجاح المائده، هي اللي نشرت نفسها بنفسها. وطبعا الحمد لله هم طبعا بيقولنا، لان فعلا شافوا تنظيم محترم من السنه اللي فاتت، وشباب من الاهالي عزبه حماده قايمين بتنظيم محترم محترف، فده ادى الدافع ان الناس لما تيجي عرفت من خلال المواقع، من خلال السوشيال ميديا، من خلال القنوات، ده بفضل ربنا. شايف النهارده يعني اليوم ازاي واحساسك؟ دايما انت طبعا اكيد كل سنه في احساس مختلف. والله انا السنه دي مع القمة يقول لك الغلاء، ويقول لك الاسعار عاليه ومفيش اكل ومفيش، عايز اقول لحضرتك على حاجه، قسما بالله المائده دي صرفت ما تعرفش جت منين، وكم فضل من ربنا في الافطار جه من عند ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لك وفر، واديك شايف زي ما انت شايف، دي فضل من ربنا، لا في بقى جت غلاء ولا عملنا حساب غلاء ولا عملنا حساب حاجات من دي، هي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى وفاض، والناس زي ما انت شايف مبسوطه الحمد لله، وانا في قمه السعاده الحمد لله النهارده ان احنا حققنا الحلم اللي احنا كنا بنفكر فيه، ان نفطر 5500 فرد بفضل ربنا. كل سنه وحضرتك طيب، وشايف طبعا السعاده اللي في كل بيت. طبعا طبعا حضرتك شفت كل بناتنا واهالينا كلهم بخير الحمد لله. كل سنه طيب وان شاء الله سعيد عليكم. الله يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا لك. عليه
مطرية 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 صور تذكارية وابتسامة على وجه الجميع، اجتماع يعني على الحب وعلى الود، زي ما احنا شايفين في المطرية هنا في عزبة حمادة. مصر كله، ربنا يقبل كل سنة ويفرح المسلمين وأمة محمد يا رب، ويفرحك انت كمان بعيالك وبدنيتك يا رب. السنة الجاية احسن، ويكون بقى احسن في المكان كتير، وياريت كل البلاد تتعلم فتتعلم ونعمل الخير للناس. طب داوم كل سنة بتيجي برضو بتحضر المائدة ولا اول
فيها وجبت علم التجمع الخامس عشان اجي احضر الاحتفال العظيم ده. الله يبارك فيك وعطى الدنيا كلها ما تفرح ان شاء الله. كل سنه طيب وانت بصحه السلام. متابعي موقع مصراوي من حزبة حمادة بالمطرية، أجدع شباب ويعني مجهود 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 رائع، أحلى وأكبر وأكبر تجمع نقول ممكن يكون اتعمل في مصر، يعني مكون مش بس من عدد أفراد، لأ من روح وتعاون ومودة وحب. فعلا افطار بروح المحبة بروح التعاون، افطار بروح عدم الفرقة واللمة. كل اهل المطرية بيقولوا ان احنا طبعا كلنا حتى اللي بيجي يقعد في وسطنا هنا ويفطر معانا وبيجيب اولاده يوم سعيد. نتمنى ان دايما يكون الخير متواصل زي ما احنا شايفين، مش هيبقى بس في المطرية، دي رسالة اهل المطرية بيبعتوها لكل مصر. شباب جدعان بصراحة ومجهود اكتر من رائع، احنا بنقول لهم متشكرين. يعني انا عن نفسي شايف يوم النهارده بصراحه اكثر من رائع، اتمنى يعني ان ربنا يجعله في ميزان حسناتهم على المجهود دوت اللي مفيش مقابل ليه. طبعا كله متطوع وكل زي ما احنا شفنا جوه المائده جوه المطعم اللي بيجمعوا فيه الاكل، وكل ست بتنزل وكل راجل بينزل بيشارك وبيعمل. فيعني نتمنى لكل صوم مقبولا وافطارا شهيا، ويعني هنسيبهم بقى في احتفالهم طبعا اللي احنا خلاص قرب على الانتهاء. شكرا لكم متابعينا من المطرية، كان معكم محمد معروف في بث مباشر، نلقاكم على خير في بث مباشر اخر. كل سنة وحضراتكم طيبين.